حديث العشرة المبشرين بالجنة صحيح، وليس المبشرون بالجنة عشرة فحسب، بل عددهم أكبر من ذلك بكثير. أما العشرة فقد انتظمهم حديث واحد، لكن هناك أيضا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة: يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. وهكذا من شهد بدرا والحديبية إلى غير ذلك.